بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، أعزائي طلاب وطالبات الانتساب المطور، نلتقي بكم مع المحاضرة العاشرة وما زلنا مع العناصر الفنية للقصة. وبعد الحديث عن العنصر الأول وهو الحدث، نستعرض معا بقية العناصر وهي الشخصيات، البيئة، الحبكة القصصية، الفكرة، الأسلوب. نتحدث عن الشخصيات. الأشخاص في القصة هم مدار المعاني الإنسانية ومحور الآراء والأفكار العامة، إذ لا يسوق القاص أفكاره وقضاياه العامة منفصلة من أو عن محيطها الحيوي، بل ممثلة في الأشخاص الذين يباشرون الأحداث. والأشخاص في القصة مصدرهم الواقع، ولكنهم يختلفون عمن نألفهم أو نراهم عادة في أنهم أوضح جانبا وسلوكهم معلل في دوافعه العامة ونوازعهم مفسرة نوعا من التفسير. والشخصيات في القصة نوعان متميزان، هما الشخصية الثابتة والشخصيات النامية. والنوع الأول وهو الشخصية الثابتة، تقوم فيه الشخصية عادة على فكرة واحدة أو صفة لا تتغير، فلا تؤثر فيها الحوادث ولا تأخذ منها شيئا. فالفارس والضابط والقسيس والصديق المخلص النصوح يبقون على حالتهم منذ بداية القصة حتى نهايتها، ويستطيع القارئ أن يتعرف على هذه الشخصيات بمجرد ظهورها على مسرح الأحداث وأن يفهم طبيعة عملها في القصة. أما الشخصيات النامية فهي التي تتكشف لنا تدريجيا خلال القصة وتتطور بتطور حوادثها، ويكون تطورها عادة نتيجة لتفاعلها المستمر مع هذه الحوادث. والمحك الذي تتميز به الشخصية النامية هو قدرتها الدائمة على مفاجأتنا بطريقة مقنعة، فإذا لم تفاجئنا بعمل جديد أو بصفة لا تعرفها فيها فمعنى ذلك أنها شخصية ثابتة. وتنقسم الشخصيات من حيث الدور الذي تقوم فيه بالقصة إلى شخصيات رئيسية وشخصيات ثانوية. فأما الشخصيات الرئيسية هي التي تستقطب الأحداث وتمثل الأحداث وتمثل المحور الأساسي الذي تدور حوله أحداث القصة، أي أنها تقوم بدور رئيسي وتجمع كل الخيوط في يدها. وأما الشخصيات الثانوية فهي التي تقوم بإدارة بعض الأحداث الجانبية. هذه الأحداث الجانبية لا بد منها لتسيير الحدث الرئيسي أو إظهار شخصية البطل أو توضيح بعض معالمها وسماتها، سواء كان عن طريق الكشف عنها أو عن طريق مصارحتها أو عن طريق إظهار نقيضها. ولا بد أن يكون هناك رابط يجمع بين مختلف الشخصيات ويوحد اتجاه الرواية ويدعم الفكرة الجوهرية التي تقوم عليها. وأهم ما ينبغي أن يوفره الكاتب لشخصياته أن تكون الشخصية مقنعة، بمعنى أن تكون مقنعة بدورها داخل عالم القصة، أو بعبارة أخرى أن يتحقق فيها عنصر الصدق الواقعي، بحيث لا تشذ عن نمط الحياة الطبيعية
بل تتشابه معها وتنبع منها. فالشخصية يجب ألا تكون خارقة تتحدى الواقع أو تتجاوزه، وألا تكون هزلية تنحط في الواقع وتنكمش فيه. ومن ثم فلا بد أن يعني الكاتب، بمعنى أن يهتم الكاتب برسم شخصياته من حيث مظهرها العام وحالتها النفسية والفكرية وظروفها الاجتماعية واتساقها مع الدور المنوط بها أن تؤديه. نأتي بعد ذلك إلى النوع الثالث من عناصر القصة وهو البيئة. إذا كانت القصة لا تقوم إلا على الأحداث، والأحداث لا تجري إلا على يد الشخصيات، فإن كل من الأحداث والشخصيات لا بد لها من بيئة تعيش في كنفها الشخصيات وتدور بين أرجائها الأحداث، أي أن الأحداث والشخصيات معا يحتاجان إلى وسيط يجمعهما ويمكنهما من إتمام التفاعل بينهما. وبيئة القصة هي حقيقتها الزمانية والمكانية، أي كل ما يتصل بوسطها الطبيعي وبأخلاق الشخصيات وشمائلهم وأساليبهم في الحياة. ومعنى ذلك أن عنصر البيئة يتشكل في صورتين: صورة مادية تتمثل في المكان بمظاهره الطبيعية، وصورة معنوية تتمثل في مجموعة العادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية، ويختلف الكاتب في توظيفهم أو يختلف الكتاب في توظيفهم لعنصر البيئة في صورتها المادية. فمنهم من يلجأ إلى وصف البيئة وصفا سرديا لا يهمه إلا أن يقدم صورة للمكان دون أن يكون لهذا الوصف علاقة مباشرة بأحداث القصة أو أشخاصها، وذلك نجده في قصة زينب لمحمد حسنين هيكل. ومنهم من يدخل البيئة بمظاهرها الطبيعية عنصرا مؤثرا في الحوادث والشخصيات فيصطنعها للكشف عن عواطف الشخصية أو أحاسيسها الداخلية تجاه موقف من المواقف، فيكون المنظر الطبيعي حلقة في سلسلة تطور الشخصية أو باعثا من البواعث التي تشكل نفسها، كما يتضح ذلك في قصة ضوء القمر لموباسان، وهي قصة مترجمة للدكتور رشاد رشدي. أما البيئة بمفهومها المعنوي فإنها غالبا ما تكون هي المسيرة لأحداث القصة المطورة لها والموجهة لنتائجها، كالذي نراه مثلا في قصة دعاء الكروان لطه حسين. ومهما يكن من أمر فإن عنصر البيئة ضروري لحيوية القصة، عنصر البيئة ضروري لحيوية القصة لأنه يمثل البطانة النفسية للقصة ويقوم بالدور الذي تقوم به المناظر على المسرح بوصفها شيئا مرئيا يساعد خيال القارئ على فهم الحالة النفسية للقصة أو الشخصية. ومن ثم فلا بد للكاتب أن يعي البيئة وعيا تاما، نقول مرة أخرى لا بد للكاتب أن يعي البيئة وعيا تاما، وأن يتبين تفاعلها مع الشخصيات مؤثرة كانت أو متأثرة، وأن يجيد توظيفها بحيث تصبح جزءا من مكونات العمل الفني لا مجرد مظهر من مظاهره العارضة. نأتي إلى العنصر الرابع من عناصر القصة وهو الحبكة القصصية. حبكة القصة هي سلسلة الحوادث التي تجري فيها،
بحيث تكون الحادثة الثانية نتيجة للأولى وسببا للثالثة، وبحيث يؤدي كل فعل إلى الذي يليه بالضرورة. والحبكة القصصية لها صورتان: الأولى الحبكة المتناسكة، وفيها تكون حوادث القصة سلسلة متتابعة الحلقات مترابطة برباط السببية، ومن هذا النوع قصة بداية ونهاية لنجيب محفوظ وعودة الروح لتوفيق الحكيم. الثانية الحبكة المفككة، وفيها تكون حوادث القصة مفككة الحلقات، لا تنحدر الواحدة منها على الأخرى، ولا تقوم وحدة العمل القصصي فيها على تسلسل الحوادث أو الأحداث، ولكن على البيئة التي تتحرك فيها القصة، أو على الشخصية الأولى فيها، أو على النتيجة العامة التي تنظم الحوادث والشخصيات جميعا. وهكذا يستطيع الكاتب أن يقدم لنا مجموعة من الحوادث الممتعة التي تقع في شكل حلقات متتابعة لا تنحدر الواحدة منها على الأخرى، ولا تتصل إلا بذلك الرباط الذي يخفيه الكاتب على الجميع حتى نتكشفه آخرا. ومن هذا النوع قصة زواء المدقة لنجيب محفوظ. وسواء كانت الحبكة متماسكة أم كانت الحبكة مفككة، فلا بد أن تكون مركبة بطريقة مقبولة مقنعة، وأن تتحرك بطريقة طبيعية خالية من الصدفة والافتعال. والحبكة القصصية الجيدة هي التي تعتمد على عدة عناصر من أهمها: التوقيت والإيقاع والتشويق والإثارة. فالتوقيت هو ضبط سير الأحداث في بطء أو سرعة في تجمعها وانطلاقها. أما الإيقاع فهو التنويع والتفاوت في درجة الانفعال الملازمة للأحداث، أو هو الارتفاعات والانخفاضات النفسية التي يمر بها قارئ القصة الناجمة عن النجاح لدى التصميم التي تسير فيه التشويق والمتابعة حتى نهايته. أما التشويق فهو ما يلجأ إليه الكاتب من الحيل، وما يعرضه خلالها من أشياء تشد القارئ وتعلق أنفاسه، ومن الأساليب المتبعة في ذلك إخفاء سر بعينه يكشف القارئ عنه شيئا فشيئا. أما العقدة فهي بؤرة الفكر أو المركز الذي تلتقي عنده الأحداث حين تبلغ قمة تعبيرها عن الفكرة. وليس من الضروري أن تنتهي كل قصة إلى حل، فالكثير مما يحدث في الحياة الواقعية يكون بلا حل، والموقع الطبيعي للعقدة يكون عادة قبل نهاية القصة بحيث تعقبها الخاتمة. العنصر الخامس من عناصر القصة وهو الفكرة. الفكرة في القصة هي الأساس التي يقوم عليه البناء الفني، فكل قصة لابد أن تدور حول فكرة معينة، أي أنها لابد أن تحتوي على إجابة مقنعة لهذا السؤال: لماذا جرت هذه الأحداث؟ أو ما هي المشكلة التي تريد أن تعرضها هذه القصة؟ وليس معنى ذلك أن كل قصة يجب أن تعرض مشكلة معينة وأن تكون مقرونة بالحل الأمثل لها، فهناك فرق بين حل المشكلة ووضعها وضعا صحيحا، ويكفي أن ينجح الكاتب في عرض مشكلته وأن يصورها تصويرا صحيحا يعكس واقعها على وجدانه.
وينبغي كذلك أيضا أن تكون الفكرة مطوية في غضون الأحداث أو الحوادث يستشفها القارئ بفكره ويتلقاها بوجدان. وهذا هو الفرق بين القصة والمقالة. فالقصة ليست منبرا للوعظ وإلقاء الخطب، بل هي معرض للتصوير والتحليل يوحي برموزه وإشاراته على القارئ بالغرض الذي رمى إليه الكاتب القصصي. ونجاح العمل الفني يرتبط دائما ارتباطا كبيرا بأن يفضي إلى القارئ بما يريد الكاتب أن يقوله أو يدعو إليه بطريق مباشر أو طريق غير مباشر. أما الحديث المباشر والدعوة الصريحة والفكرة المستقلة في العمل الفني فإنها لا تنجح ولا تعمل عملها في نفس القارئ الذي لا يرضى في كثير من الحالات أن يقف منه الكاتب موقف الناصح أو الدليل. وعلى ذلك يمكن القول بأن كل قصة يجب أن تحتوي على فكرة، وأنه لا بد من إقناعنا بهذه الفكرة، ولكن بشرط أن يكون هذا الإقناع وجدانيا وليس عقليا. ومن الخطأ أن يقرر الكاتب رأيا أو فكرة في سياق القصة إلا إذا جاءت على لسان أحد من شخصياتها وكان لها علاقة بتطور الحدث. وهناك نوع من القصة تبرز فيه الفكرة بشكل واضح، بحيث تكون هي المسيطرة على الأحداث والشخصيات وتكون هي الموجهة للكاتب. ويسمى هذا النوع من القصة قصة الفكرة، حيث يحصر القاص اهتمامه في الفكرة وحدها وتقل عنايته بالحوادث والشخصيات إلا في حدود ما تتطلبها الفكرة. بيد أن العمل القصصي الجيد هو الذي يوحي بالفكرة من خلال التفاعل المشترك بين عناصر البناء الفني في نسيجه العام. نأتي بعد ذلك إلى آخر عنصر من عناصر القصة وهو الأسلوب. القصة تزاوج بين أسلوبين من حيث الأداء أو طريقة التعبير، هما السرد والحوار. السرد وهو مصطلح أدبي يقصد به الطريقة التي يصف أو يصور بها الكاتب جزءا من الحدث أو جانبا من جوانب الزمان أو المكان اللذين يدور فيهما، أو ملمحا من الملامح الخارجية الشخصية، أو قد يتوغل في الأعماق فيصف عالمها الداخلي وما يدور فيه من خواطر نفسية. وهذه الطريقة الطبيعية أو التعبيرية هي أكثر الطرق شيوعا في كتابة القصة. والسرد القصصي الجيد لا بد أن يتحقق فيه عنصر الحيوية، وذلك من خلال تصوير حركة الحدث وليس من خلال حكايته فقط. وهذا هو الفارق بين القاص والمؤرخ في روايتهما للحدث، فالأول يصوره والآخر يحكيه أو يخبر عنه. ومن أرفع نماذج السرد القصصي ما ورد في القرآن الكريم تصويرا لقصة أصحاب الكهف، وذلك قوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ونلاحظ هنا أن القرآن الكريم قد استخدم طريقة السرد الوصفي الذي يروي القصة بضمير الغائب، ويستخدم الفعل الماضي والمضارع أحيانا في أثناء عرض القصة وتصوير تفاصيلها. أما الحوار
فهو عنصر مهم من عناصر التعبير القصصي ومن أهم الوسائل الفنية التي يعتمد عليها الكاتب في رسم الشخصيات وتطوير الحدث واستحضار الحلقات المفقودة منها والكشف عن عواطف الشخصيات ومواقفها وأحاسيسها المختلفة وشعورها الباطني تجاه الحوادث والشخصيات، ومن خلال الحوار تتم موازنة الشخصيات في مواجهة بعضها البعض مما يجعلها أكثر حيوية وتحديدا، ويجعل القارئ أكثر قربا من الشخصيات التي يتابعها لحظة بلحظة. أما اللغة لا خلاف بين النقاد على أن القاص حين يستخدم أسلوب السرد فيصف الأحداث ويرسم الشخصيات ويحلل العواطف ويفسر السلوك ويعلق على ذلك كله أو يبدي رأيه لا يستغني عن اللغة الفصحى، بل يجب أن تكون اللغة فصيحة عالية الأسلوب واضحة المعاني بعيدة كل البعد عن الركاكة والابتزال. وحين يستخدم القاص أسلوب الحوار للإبانة عن طبيعة الشخصيات والكشف عن مواقفها المختلفة، فإن النقاد يختلفون حول موقفه من مستوى اللغة التي ينبغي أن ينطق بها الشخصيات في الحوار. فمن النقاد من يرى أن يكون الحوار باللغة الخاصة التي تتكلم بها الشخصية في واقع الحياة، ومن النقاد من يرى أن تكون الفصحى هي لغة الحوار أيا كان مستوى الشخصية القصصية، فليس في ذلك ما يناقض الواقعية. إن كاتب الحوار بالفصيح يستطيع أن يعبر عن الواقع بمفهومه الجديد تعبيرا صحيحا، وإن كان هذا التعبير في مظهره وصيغته بلغة غير اللغة الدائرة في الخارج. إن المقصود بالواقعية في العمل الأدبي الواقعية المعنوية أي النفسية والعقلية والعاطفية للواقعية المادية أو اللفظية، فليست الواقعية اللفظية بالتي تعطي الحوار قوة مشاكلته للحياة، وإنما تأتي هذه القوة من الواقعية الإنسانية قبل كل شيء. وبذلك نكون أعزائي الطلاب والطالبات نكون قد وصلنا إلى نهاية المحاضرة، ونلتقي بكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله مع أحد وأهم أعلام النثر الأدبي الحديث وهو مصطفى صادق الرافعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.